قافلة طبية مغربية أمريكية الرحال بجهة الداخل وتذهب لإجراء نحو 100 عملية جراحية في مختلف التخصصات. وأعطيت الانطلاقة الرسمية لهذه القافلة على مستوى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخل بهدف تقديم خدمات طبية وجراحية متخصصة مع تركيز الاهتمام على المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية تتطلب تدخلات جراحية. لعلي حميميد ومحمد يدس. 17 عضوا من منظمة دورشستر الأمريكية إلى جانب طاقم طبي مغربي يشتغل بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، مكون من أطباء ومختصين وممرضين وتقنيين طبيين، أشرفوا على إجراء العشرات من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات في إطار قافلة طبية مغربية أمريكية حطت الرحال بالداخلة من أجل تقريب وتقديم مجموعة من الخدمات الطبية وإجراء عمليات جراحية من شأنها المساهمة في إحداث تغيير نحو الأفضل في حياة المرضى. هذا القافلة الجراحية من المتوقع أنه نقوم بعملية عملية جراحية لأزيد من 80 مريض من التخصصات الثلاثة المذكورة: جراحة طب الأطفال، طب النساء والتوليد، الجراحة العامة والطب الأذن أنف والحنجرة. كتأتي هذه القافلة بالشراكة مع فونداسيون بولشستر الأمريكية وكذلك منظمة شباب الرائد ولابوي ديال ولاية جهات الدخلة وادي الذهب. حاليا عندنا أكثر من 100 مريض في هذا اليوم الثاني، تقريبا عندنا دوزنا تقريبا مريض 30 مريض، دازوا عندنا حالات اللي هي جديدين على المستشفى الحسن الثاني، تشوهات خلقية بالنسبة لجراحة الأطفال، فاحنا سعداء جدا بتواجدنا هنايا في مدينة الداخلة، وأكيد كان هذا عمل ما بين جمعية بول تشستر تشيلدرنز هوب فونديشن وجمعية يوت بيونير أورغانيزيشن، وأكيد كان الأطراف كثيرة ساعدتنا في هذه الحملة هذه، وحنا جد مساعدة متواجدين في مدينة الداخلة. عبئت لهذه القافلة 4 غرف للعمليات و4 أطباء متخصصين إلى جانب طاقم تمريضي متكامل سيتكلفون بإجراء حوالي 100 عملية جراحية وفي عدد من التخصصات، تدخلات من شأنها إحداث تغيير نحو الأفضل في حياة هؤلاء المرضى. قافلة ستتواصل على مدى 6 أيام وستتخللها أيضا مجموعة استشارات طبية. وقد لقيت هذه القافلة الطبية المجانية بالداخل استحسان المستفيدين من خدماتها والتي شملت تخصصات عدة كالجراحة العامة وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وطب النساء إلى جانب خدمات طبية وعلاجية أخرى. يوم متواجد في مستشفى ديال الحسن الثاني في الداخلة مستفدين من لجنة، المهم كنجاو اللجنة ديال الأمريكان و